أكد وزير المالية أحمد كوجك أن مستويات الديون بإفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وأن تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة يمكن أن يكون جزءاً من الحل في قضية التمويل بإفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الإفريقية والناشئة. قال كوجك خلال لقائه مع الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا كلافر جانيتي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون وتسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الإفريقية. واصلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي رانيا المشاط مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن. وتحدثت الوزيرة في عدة جلسات نقاشية بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، حيث أكدت رانيا المشاط أن الدول النامية في احتياج شديد لنموذج للنمو الاقتصادي وأساليب مبتكرة لتحقيق التنمية، استنادا إلى الشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الدولي. افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية بمحافظة الإسكندرية. وأكد وزير التموين أن مشروع سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام. شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بجلسة حوارية بصندوق النقد الدولي بعنوان خلق فرص العمل وتعزيز النمو. وخلال الجلسة استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير حركة التجارة الخارجية، حيث أشار الوزير إلى التوجه الحالي للحكومة نحو خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي إلى 75% بحلول عام 2030. تراجع مؤشر أسعار المنتجين في إسبانيا في سبتمبر الماضي بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008، ما يعكس استمرار تراجع الأسعار للشهر 19 على التوالي. يأتي هذا الانخفاض مع تراجع تكاليف الطاقة في سبتمبر بنسبة 16.8% مقارنة ب 6.2% في أغسطس، وهو ما يعتبر أكبر تراجع شهري منذ إبريل من العام نفسه. وتشير هذه البيانات إلى تأثير واضح لتقلبات أسعار الطاقة على معدل التضخم في القطاع الصناعي، حيث أدت الانخفاضات الحادة في تكاليف الطاقة إلى خفض مستويات التضخم الصناعي عموماً.